انا مش عايز اتكلم في الماضي كتير بس بسرعه كده، انه في ماتش قادر عبد العظيم سنه 97 لما اتذكر، ده كان اول حل المجلس الاداره، وكان بسبب انا كنت قاعد مجلس اداره، وكان سيادة مستشار جلال ابراهيم ربنا يشفيه ويعافيه كان هو رئيس الاتحاد. فكان في اتفاق في مكتب، كان ايام الدكتور عبد المنعم عماره، حضروا السيد حسن حمدي في الوقت ده، ما اعرفش هو كان رئيس النادي او نائب رئيس النادي مش متذكر، وحضروا اللي هو حرب دهشوري كان رئيس الاتحاد، الحمد لله الواحد لسه فاكر يعني، وانا حضرت وانا المستشار جديد. وكان اتفاق في حكم اسمه ادري عبد العظيم وحكم اسمه جمال صدي، النادي الاهلي اعترض على جمال صدي وزمالك اعترض على ادري عبد العظيم، فتم الاتفاق كتابه ان اللي ده ولا ده. رحنا الماتش، كان ايامها كابتن فاروق جعفر اعتقد مع كابتن احمد رفعت على ما اتذكر، وكان مدير الكره الله يرحمه الكابتن نبيل نصير. رحنا الماتش لقينا فيلم معمول، نزل علي ابو جسيم اللي هو الاماراتي لف الملعب، وبعدين نزل مش عارف جمال منظور، وبعدين مش عارف نزل مين، قعدوا يلفوا لنا حول الملعب، وفجاه لقينا ادري عبد العظيم. احترامي للجان كلها، انا قلبي ميت، وانا عندي مجلس اداره وانا رئيس نادي وانا عضو مجلس نواب، انا راجل قلبي ميت الحمد لله يعني. فخدت قرار وانا مشرف على الكوره انه ننسحب فورا، لان دي مهزله، لان لعيبتك نزلوا مهزومين نفسيا قبل ما يبدا الماتش، لانهم عارفين ان ادري عبد العظيم ده جاي يخلص عليهم. يا عم نبيل اطلع من الملعب، ما كانش ايام قبل ايه بقى موبايلات 97 ما كانش، اطلع مش عايز يا عم اطلع عايزين، المهم يعني. فكان اللي هو محمود وجدي صديقي العزيز بعد كده وزير الداخليه، فقال لي ايه ده في الاوضه في الاستاد يعني التليفون جاي لك، فدخلت قفلوا الاوضه من بره لغايه ما الماتش بدا، يعني الماتش بدا بالتلفزيون قدامي. فاخذنا قرار ان احنا مش هنكمل، مش هنكمل الماتش، انا عندي مبدا ما دام بدات الماتش كمله، عايز تمشي امشي قبل الماتش. المهم يعني جلال بيه بقى ربنا يشفيه وهو كان السبب، خدنا قرار مش هنلعب ماتش القناه الماتش اللي بعديها، بس بوريك التاريخ الاسود فيه حل المجلس يعني. خدنا قرار ان احنا مش هنلعب الماتش اللي بعديها، كان ماتش القناه. فدخل الدكتور كمال درويش الاخ اسماعيل سليم، عملوا كانوا اعضاء نادي يعني، ازاي يحصل فيكم كده؟ انتوا لازم تنسحبوا، اوعوا تروحوا ماتش القناه. ده كلام كان منطقي ومظبوط. انا مشيت روح واخد عربيتي، لقيت المستشار يلا قال لي باذاعه الشرق الاوسط مش حاجه كده شباب رضا بقى حكيم، قلت له بلاش انا، قال لي ده عايزين يطلع التليفون عايزك انت اللي اسمك. فانا يعني انتوا عارفين انا صريح على طول، قلت اعمل انا مره، انت فاكر لما انا كنت وكيل نيابه في اسماعيليه وانت كنت مش عارف مدي الشباب في رياضه هناك وبتمشي ورايا، المهم ايه؟ قلت اللي جوايا. بعد ربع ساعه حل المجلس تمام، بلغ الدكتور جنزوري هو بتاع الامارات هو صديق دلوقتي يعني، بلغه قال له ده دايما يعني ده الاستاذ مرتضى شتم حسني باي كلام بقى في وشتم الجنزوري، المهم حل المجلس. طب مين اللي جه بقى؟ دكتور كمال درويش واسماعيل سليم اللي كانوا داخلين عاملين حرب، ازاي اول ما عملوا كده كده كده، وللاسف الكلام ده ما بيحصلش في النادي الاهلي، مفيش حد في النادي الاهلي بيقبل يجي في لجنه، وكلنا عارفين التاريخ. ولما جه سيد طاهر ابو زيد المحترم وشكل لجنه تمام، بعد نص ساعه بالظبط اتلغى قرار من سيد رئيس الوزراء حازم بيل بن حازم بلاوي، وبعديها مشي على طول طاهر سيد طاهر ابو زيد المحترم سيد محترم. ده تاريخ، وللاسف ولاد الزمالك بيعملوا كده يعني. انا في الوقت ده كلمه، انا متذكر كلمه كابتن نور الدالي رفض، قال ما اجيش على جثه مجلس، كلمه اعتقد حسن عبدون رفض، كل الزملكاويه الكبار الزملكاويه بجد رفضوا، قال لك لا ما نجيش كده، احنا
احنا نيجي بالانتخابات. جينا بعد كده في طبعا جيت رئيس نادي 2005 شهر 4 في شهر 12 كان السيد اسماعيل سليم والاخ ياسر ادريس وبعض الاعضاء اللي كانوا معاه كل يوم يروح الوزير يقولوا له هننط من دور ال 19 هنلغي نفسنا. كان ايام السيد ممدوح البلتاجي الله يرحمه. فالراجل كلمني قال لي انا زهقت ممكن احل المجلس وترفع قضيه تكسبها؟ قلت له ممكن يعني. حل المجلس في 21/12 رفعت قضيه كسبتها برضه في شهر ابريل 2006. كان جه حسن جاب رؤوف جاسر وشلته اللي هو دلوقتي عمال ايه؟ الضغوط اللي لسه طارد يعني دلوقتي عمال يشتم فينا هو الاخ هاني شكري والاخ ممدوح عباس الشله نفسها. سبت القضيه ورجعت. حسن صقر جمدني. سبت القضيه في شهر 8 ورجعت حل المجلس. تمام. معين بقى الاخ ممدوح عباس لغايه ما جت انتخابات 2009. في 2009 اتعملت انتخابات مزوره. طعمت المحكمه قالت لهم بره انت ومجلسك. وجه المستشار جلال ابراهيم بعد ما اطرد المجلس بالتزويج كان هو مع الكابتن حازم امام ربنا يوفقه ويكرمه كان مع الاخ رؤوف جاسر وكان مع الاخ العتال المجموعه دي كانت معاه. المحكمه قالت له تزورت في الانتخابات وكان في واقعه شهيره ان في دفاتر بتاعه الاعضاء اللي بيخشوا يمضوا كان في حوالي 4 لجان فيهم كل لجنه فيها حوالي 1000 او 1000 كرسي. فجابوا واد اسمه حمدي قالوا له بص بقى يعني ايه اقعد امضي مكان الناس دي. فالمفروض سلوى امضي سلوى ليلى امضي ليلى سلوى مضى حمدي ليلى امضي حمدي ما انا. فالمحكمه قالت لك اول مره تشوف تزوير بالطريقه دي يعني ايه اللي انتوا بتعملوه دوت. فطلعتهم بقى. للاسف الشديد في الوقت ده الاخوه بتوع الالترس كان ممدوح عباس مفاهمهم انه مرتضى منصور هيخرب الدنيا انا بخلي بالكم دي القضايا اللي برفعها طول عمري عشان كيان الزمان. كلامي واضح كيان الزمان يكون لها حلول للمجلس اللي بقى